مدير فني مستر مصر لصالح الراجل للتجديد على الفرقه، فبالتالي بيبقى محتاج يشوف كل الناس يقيمها بشكل كويس. وانا متاكد كمان من خلال حتى الايام القليله اللي فاتت ان هو مش هياخد وقت طويل خالص، بالعكس هو الراجل حتى كلامه معانا او كلامه معايا بحيث ان هو في حاجات قيمها بشكل سريع قوي، تحليله المواقف او لشخصيات بعض اللعيبه كمان في طريقه لعبهم يعني الحمد لله سريع جدا. متاكد من نجاحه ومتاكد من الفتره اللي جايه هتبقى احسن ان شاء الله، لكن اخطر ما في الموضوع هي الفتره الحاليه. الفتره الحاليه محتاجه حاجات كتير جدا، محتاجه يبقى فيها رؤيه كويسه، محتاجه تكتب بشكل كويس، محتاجه توفيق ربنا يبقى معاك كمان. نعم. حاجات كتير، يمكن احنا عندنا تشكيله من اللعيبه مصابه. انا لسه عددها يا كابتن 11 لاعب مصاب. 11 لاعب مصاب. الاماكن كمان انت عندك، انت عندك اماكن الاساسي بالاحتياطي بتاعها متعور. ايوه. عندك الباك رايت الاساسي بالاحتياطي متعور احمد فتحي وباسم علي. نعم. عندك خط الظهر مثلا عندك عندك سعد سمير ورامي ربيعه ومحمد نجيب الاساسي بالاحتياطي حسام عاشور والنهارده اكرم توفيق كمان يعني مركزه بتتكسر على محمد شريف على صلاح محسن على ازارو يعني على جاييه على وليد سليمان لسه راجع تمام.